كلها عقائد منحرفة، عقائد ضالة. بعد الليلة ناس يجوطوا في الجامع ده، يجي واحد هنا دي يقعدوه هؤلاء الشباب وبقولوا كلب. هاجب لك كبار بيقولوا كلب، رايك شنو؟ أجيب لك آية فيها كلب، وأجيب لك صحابي سمى زول كلب، رايك شنو؟ وصحابي الرسول قال تابعوه ده. قال الله تعالى في القرآن: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ده واحد اسمه ياسر زنجي هنا دي، أنا متزمل قال ما تجيب اسمه، لكن بجيبه، بجيب اسمه لأنه دار يوهم الناس. هؤلاء الشباب يقولوا كلب، أنا دي ما سمعتها منهم، قالوا لي ثلاثة انفار، لكن سمعتها عديل. يقول شباب مرجئة، أنت تقول مرجئة لأنه ما بيحكموا على الشخص وإنما يذكرون الحكم، ده كلام باطل، بيحكموا على الشخص ذات المعين. إذا أقيمت عليه الحجة وانتفت عنه الموانع وتوفرت فيه الشروط بيحكموا عليه. مرجع بتحشنون بحرب المرجع والتكفيريين والسرورية والدواعش والحزبيين والإخوان المسلمين والصوفية وكل الجماعات شيوعية وشيعة وبلاوي وناس ملكلكين وناس زايديننا وناس منزليننا جد بحاربون ديل الشباب ديل. وكل الناس جايطة، زميل الفقيري أو أخر أداب شهاب عوض مين فلان فلان فلان، ديل بيجرموك بأدلة. انت ما لك زعلان ليه؟ عندك باطل وترى فيهم باطل، رد الباطل. ما يقول لك انا ما الحكمة، انه الحكمة تجيب هنا ناس شغالين دعوة في التوحيد برا تقول هؤلاء وكلب وما كلب. نقلوا علي ثلاثة انفار، واحد اسمه جلال من الناس الموجودين، واخونا ده هذا الثاني، والثالث برضو واحد قال يتكلم فيهم ثلث ساعة، قريب ثلث ساعة يتكلم، ده الشيخ مزمل عوض فقيل. المهم كلام طويل، قال اتصل بي قال لي يتكلم. طيب انا ارجع مرة ثانية. قال تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل شنو؟ الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه شنو؟ يلهث. دي ما بالعموم يقول لك أها والناس نقول لهم كلاب، لا لا، لكن في ناس بيستحقوا تقول لهم كلب. الدليل شنو؟ الدليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ده من الخلفاء الأربعة ولا ما منهم؟ الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي في الحديث ده ذاته وسنة الخلفاء الراشدين، ده منهم ولا ما منهم؟ في آخر عمره، في آخر عمره لما طعنوه قال طعنني شنو؟ الكلب، الكلب قتلني الكلب. وفي بعض الروايات العلج قال انت ما لك زعلان تاني. الله قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس، وده ذات الزوال له وتقول لك كذي وكذي. قال عني أنا ذاتي المسكين ده القدامك ده ما عنده أيش، أنا مسكين زاد ولا علم ولا عالم ولا كيف ولا كذي، ده المسكين زاد وأحفظ لي آية بجي أقول للناس. قال ده زنب بتاع ناس مزمل، يعني عندك راس هو مزمل، عندك راس هاي خايف يطكشك ولا جنيتك. طلعتني أنا ضنب كتر خيرك، مرات كان أنا ضنب ذاته، مرات أنت عارف الضب لما يتعصر مرات بفيك ضنب، أنا يمكن أتفكر يوم من الأيام. ها رأيك شنو؟ وأنا ما أرضى يقولوا عنه إنه عنده ضنب وكذي، ده دول داعية للتوحيد نحسبه والله حسيبه وكذي. أنا بتصل بتلفون يا غميس والتلفي دواعش هنا في المرابع الشريف، فر جاب يا عربي تركب جاء وصل أي محل، وفي حامد بيجاي مروقة في حلفة يناظر يكسروا هناك مروقة فيهم ثلاثة هناك يخليها لافة ما معروفة ثلاثة ولا عشر، هم ثلاثة ظريفة وناس كويسين وناس طيبين وكذي، لكن في ناس مجار ما قاعدين برضو بيغادي، ولذلك بلا نحسبهم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.